أيها الحضور الكريم، الاحتفال اليوم عزيز علينا كثير وعليكم، لأنه هذا العلم انسجن معنا 15 سنة، وبفضل السيدة ليلى الهبر أنقذ وبقى محفوظ، واليوم عم نحتفل فيه حتى يرجع على بيته الحقيقي قصر الشعب. فكرة المظاهرة اللي انعملت وجه اللبنانيين يوقعوا على العلم ما كانت فكرة مظاهرة فقط. تعرفوا بهديك الأيام اللي بتنذكر وما تنعاد، كان لبنان مقصف شقف شقف، وكل ميليشيا اخذ شقفة من لبنان وإلى علمها الخاص. بقي هون بيت الشعب هو الوحيد اللي عم يرفع الأعلام اللبنانية والوفود اللي بتجي لعنده كل حامل أعلام لبنانية، وكانوا الناس يتهموا بعضهم كل واحد بده يقسم لبنان. من هون ولدت فكرة يجي يلي بده لبنان يتوحد يجي يحمل العلم ويمضي عليه، ونحط كمان على معبر المتحف حتى يقدر يرجعوا المواطنين بيجوا من منطقة بيروت الغربية حتى هن يوقعوا بدورهم. هيدي هي المغازي الحقيقية اللي خلتنا نحن نقوم أو نأمر بهالمظاهرة حتى اللبنانية يعبروا عن وحدتهم وينضوا تحت علم بلادهم يلي هو بيرمز للوحدة وبيرمز لأرض لبنان ولشعب لبنان. عشتوا وعاش لبنان.